وبالنسبة للمقابلة فهي تتوج في أجواء عاجية نظرا للإكرارات التي يدوز منها الفريق حاليا. لقينا بزاف ديال المشاكل، ولكن بجهد الله سبحانه وتعالى غادي نتغلبوا عليهم إن شاء الله. تنبغي نشكر أولا المدرب اللي كان معنا سيد محمد بوطير، حيت كان تيقوم بواحد العمل الكبير، وتنشكر السي خالد الجنكر اللي قبلها التحدي حتى هو ودخل التعاون معنا. حنا عارفين بلي تابعنا عمل كبير وبزاف تاع الجماهير تيتسناونا الغيور على ما جينا مراكش تيتسناونا، ولكن اللي تنطلب منهم هو شويه الصبر على التراري. الله طلعوا عارفين التراري ما كانوش تيترينيو، وكانت البطوله ديال الامل مازال ما بداتش، جاو حتى هما لقاو راسهم في واحد المنعرج اللي حتى هما قبلوا انهم يدخلوا يتحداو معنا هاد الاجواء اللي تنعيشوا فيها دابا نظرا للحب ديالهم لاتجاه فريق الكوكب المراكشي. وكاملين ان شاء الله يدو حدا غادي نخرجوا الكوكب ان شاء الله من هادشي اللي تمر فيه حاليا. والحمد لله حنايا كنجيو داكشي اللي جهدنا باش نحققوا الانتصار اللي نجيو للجمهور المراكشي اللي ما تعطش بزاف. نشكرهم بزاف حيت واقفين معنا، ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. حنا نفس استعدادات كبيره ان شاء الله للمقابله، ان شاء الله يكون خير ونسعدوا الجماهير المراكشيه. السلام عليكم. كما تشوفوا معنا لونطري ما تدوز مزيان، كلشي مزيان الحمد لله رغم الاكراهات اللي كاينه. حنا متحدين كاملين على قبل الفريق، حيت حنا تنبغيو الكوكب وتنبغيو شعارات الكوكب. تنطلبوا من الجمهور يصبروا علينا شويه، حنا يلا تنتوالفوا مع الاجواء، يلا يلا تنشدوا بلايصنا ان شاء الله وما يكون الا خير ان شاء الله. وتنشكروا السي خالد الجنكري اللي قبل التحدي ديالو معنا واللي تيقفينا ولا عطانا هذه الفرصه هذه. وتنشكروا حتى السي محمد بوطير اللي حتى هو تقفينا، وتنقولوا للجمهور المراكشي يصبر علينا، راه غادي يكون غير الخير ان شاء الله وديما كوكاز.